عقده، قول له انا راه ولا غلب ما نخرجش، قول لي علاش بابا ما خرجش؟ انا غلب هاي ظروف ما خرجش، علاش ما خرجش؟ نعطيها علاش ما خرجش بابا ما نجمش يوصل باش يقرينا الكل. بابا انا نخدم ونعطيه باش يوصل هو. انا يظل لي مش الناس الكل يخمموا بالطريقه كل واحد كيفاش يخمموا فيها. لكن في المقابل فما شكون عنده الامكانيات وعنده شهريه باهيه ولكن ما يكملش رشهر. هذه نتيجه تحس تصرف. هذه نتيجه تحس تصرف نتاعو هذا. عندك انت لاباس عليك، انت تخدم ومرتك تخدم وما تنجمش تكمل الشهر على غلب. بينما اللي صور في 700,000 و 800,000 و 900,000 وكاري منهم ولاباس. معناها الواحد تكون منظم. انت تكون منظم راك تعيش. تكون منظم راك تعيش. فمش مشكل. ما ثماش حتى مشكل، يا اخي شنيا انا نصور في مليون. مليون ما يكفينيش انا في الشهر. يكفي. كي تكون؟ كي تكون تكون مقتنع، كي تكون تعرف كيف تتصرف. عم تتخلي ماكلتك في الدار ما طيبش، تمشي تاخذ بيتزا ب 10,000 ولا ب 12,000 ولا ب 15,000. عندك ثلاث اولاد ولا حتى زوز اولاد، زوز بيتزات ومعهم المراه ثلاثه. ثلاثه بال 15 ب 45,000. يعني انت نهارك ما صورتوش ب 45,000. سؤال عملي، انت الاجر نتاعك نقولوا الدخل نتاعك ب 1000 دينار. احكي لي باش يكون درس حتى اللي جان حتى نحمس. خلينا نكمل سؤال. كيفاش ينجم واحد يتصرف باش ما يستحقش تيلة 30 يوم؟ يودي هو نجم يستحق راهو، لكن تكون كاري بالمليون راهو ما يكفيكش. احكي لي انت كيفاش؟ بالمليون ما يكفيكش. ولكن مش تعمل؟ ما عندك حتى حل، عندك هيك المليون مش تتصرف فيها. يا اخوي عندك 500,000 كريه، تنحيها من 500,000 كريه، اقول لك 500 تصرف فيها. خذ كل خبز وماء، كل اللي تحب، اعمل اللي تقدر عليه. باش ما تمدش يدك للعباد. عندك باش شنو؟ باش ما تمدش يدك للعباد، باش ما تمدش تاع الناس. هذاك ربي ايش عطاك؟ على القناعه. على القناعه، هذاك ربي ايش عطاك؟ احنا تربينا على القناعه معلم. في المقابل عندك اخواتك وعندك عائلتك، ما تخممش ما فماش مساعده، فماش اعانه، ما يعاونوك؟ انا ما يعاوني كان ربي سبحانه وتعالى. ما تعاونيش يا معلم، علاش تعاونني؟ انا لاباس الحمد لله ونخدم ونتعد ويا ربي لك الحمد. يا اخي انا وقت كنت بالشر ما عاونتنيش، اليوم انا نخدم ولادي كبروا ولاباس وتربوا الحمد لله، دخل مدخول الحمد لله. تعاوني اليوم انت تعاونيش الحمد لله. تقول بعد وقت مريت بظروف صعيبه. ظروف صعيبه مريت بها، بيتنا بلاش وكلينا خبز بيت. ظروف صعيبه اللي مريت بها واللي توا تحب ولادك ما يعيشوهاش. هاي ظروف صعيبه اللي اي ظروف صعيبه اللي انت جاي نهار من نهارات وما ما لقيتش خدمه وتلزيت وبت بلاش وكليت خبز بيت وكذا والحمد لله وما مديتش يدك بتاع الناس. هذه ديجا نجاح. اي هذايا ما مديتش، صبرت حطيتها قريتها كرشك حط فيها بطيخه سيفي تجوع فهمني. ولاباس والحمد لله. برافو عليك. والله العظيم كيما نحكي لك والقران والرحمن كيف نحكي لك وهذا نرجع معك. نحسك شيء، نحسك سعيد يا ودي. انا ربي لك الحمد، انا نخدم شركه والحمد لله ويا ربي لك الحمد ويرحم والدين 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 والديهم ولا. معك لمياح. تحبش هكا؟ حتى في الفترة الصعيبة؟ حتى في الفترة الصعيبة. كورونا وغيرها. الحمد لله، كورونا ما وقفناش، نخدموا احنا بكورونا. نخدموا في كورونا، كهرباء تهز وكهرباء تجيب. ويا ربي لك الحمد ويرحم والديه وان شاء الله ربي يبارك له. عملت الباهي مع والديك؟ اللي هذا الان راضيين عليه. نقولوا السبب هذا الرئيسي؟ هذا السبب الرئيسي يعني. والله. هذاك السبب الرئيسي نتاع الوالدين. اللي يخليك تعيش توصل لاباس. ويخليك ولادك يخرجوا ناجحين. والله. كيفاش كنت معاهم والديك؟ الحمد لله انا نقعد للشر ونعطيه له يفطر. باب. عاودها لي. نقعد انا للشر ونعطيه لي هو يفطر. ولو انا راني مش. صارت. اي صارت اي ومانيش انا نكذب عليك لو ربي حاسبني يوم غدوه. يقول لي انا مريض وانا نبدا ما عنديش، خلي ولادي الشر ونهزه للطبيب. عاودها لي. خلي ولادي الشر ونهز بابا للطبيب والحمد لله، وولدي يجيني يقول لي يا بابا هز جدي للطبيب. بالرغم انت امكانياتك. بالرغم اللي انا امكانياتي محدوده. والحمد لله. ولدك يستحق الفلوس هذيك؟ يستحق الفلوس هذيك، قال لي اعطيها لبابا خليه يمشي، اعطيها لجدي خليه يمشي للطبيب. ونهز وانا للطبيب والحمد لله. وسبب نجاحي هو وبابا وامي. كنت مع بيت؟ اي كيف الزوز كيف فماش فرق ما بيناتهم. بيت انت جيعان وهما؟ كيبدا عندي 20,000 نقسمها لهم، نقول له انت 10,000 يا بابا 10,000 وامي 10,000. وانا نقعد بليش عادي. والحمد لله. نخرج الصباح ندخل الفلوس. باهي هكا، انا ما زدتش عليك. انا ما زدتش عليك. يعطيك الصحة.
خوي مرحبا بك. تفضل. وتفضل يا اخوي. نحكيوا على العام اليومي بصفه عامه في تونس، قادر انه يواجه اعباء الحياه؟ هي احكي لها العام اليومي في تونس بصفه عامه. اللي يحب يخدم يخدم اخي، عام اليومي سنية عام اليومي عام اليوم. كل واحد ربي كيفاش عطاه. واحد خلق قرا وصل وشد منصب وخدم على روحه وصل، وواحد ما قراش يعني في البيئه اللي يعيش فيها. ولكن قرا بطريقه اخرى. الا اعلم عاد هذاك، ما نجوش ندخلوا احنا في تفاصيل اخرى، كل واحد كيفاش قرا بطريقه اخرى. تتعلم الصنعه نقصد. اي تعلم صنعه على الغالب، قرا وتعلم صنعه صح، هذه حط في مخ، واللي ما قراش ما حطش في مخه، شو يلزمه يعمل هو؟ يلزمه يخدم اللي يجيه باش يصور قوت ولاده ونهاره، باش ما يمدش يده لغيره. والله وانت مثال على ذلك. انا مثال على ذلك، انا عمري توا 57 عام والحمد لله ويا ربي لك الحمد، عندي خمسه وليدات ومستوره والحمد لله. رزقهم على ما سبحانه وتعالى. اي ما تخدموا في النهار. نخدم خدام يا معلم. تحب تعطيك وتقطع تعريف تفضل. فما علاش تدرج عليا كان. لا لا تفضل صلى روح. كي تقول الطبقه معناها نتاع العام اليومي، تقول عاده الطبقه الوسطى، الطبقه الوسطى مازالت في تونس؟ مازالت في تونس الطبقه الوسطى، مازالت موجوده الوسطى، مازالت موجوده. يدي تابعي انا عام اليومي تخدم نهار ب 10,000، نهار ب 15,000، نهار ب 20,000، نهار ب 30,000، نهار ب 40,000. العيش الناس تتحكم فيها معلم. تعرفش على روحك، انا نمشي تو نتدعثر نتدعثر نطيح فهمني، تلقى على الاقل 10,000 في مكتوبك. انا باش نمشي 20 دينار ممكن تتصرف؟ ممكن، مش في الحالات الكل راهو. شنو الشروط؟ دي حاله ما كنت كله تصرف راهو. انا من تبع الجاريه ومشايخ ذاكر الحمد ب 50,000 ولا ب 60,000 ولا بحاجه فهمني. انت وامكانياتك يا معلم. تحب تقول لي 20 دينار قادره باش تعيش عائله تو؟ لا ما تعيش عائله. مش قول لي تعيش، راهي ما تعيش. ما تعيش. اما قال لي غير باش نعمل. اما تحاول تتصرف. اما تحاول باش تتصرف. 20 دينار 20 و30 ما يعيشوش. سورتو واحد يبدا كاري ما يعيشوش. والحق كاري؟ انا كاري بالطبيعه. يظهر لي لهنا السر نتاع انه الواحد ينجح باش يتصرف في فلوس طول مش كبيره برشا. تكون زوجة زادة تعرف تتصرف. بالطبيعة تتصرف وكل شيء، وأنت وال وأنت 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 والمرأة. كيفاش تفصل؟ تفصل لك يعني، كان تلقى امرأة بنت حلال ها اللي تحس برجلها، تعرف شنو يصور شنو ما يصورش، تعرف شنو مدخولها شنو مش مدخولها. وقتها تنجم تعيش، أما ساعات تنجح الأمور. تنجح الأمور، بس ساعات تلقى امرأة متهورة أخويا تحب كذا وتحب كذا وتحب كذا ما تخلطش. فما نساء يطلبوا برشا حاجات. يطلبوا برشا حاجات. وانت ما عندكش باش توفرهم. فهمني؟ شنو تعمل وقت؟ تعز تعرف كنت ياد مش بحكم وطلق ولا مش عارف. انت من احسنت الاختيار. خويا انا الحمد لله انا 35 سنه معايا، يا ربي لك الحمد. ارضى باللي يجي. ارضى باللي يجي. وهي يرحم والدي. هاني ما تجيب لها شنو تقول لك؟ ما جبتش ما جبتش. ما جبتش ما جبتش. سبسارتي هي اللي رانا باش نجيب. الحمد لله انا قلت اولادك وصلوا ما شاء الله. وصلوا لاباس والحمد لله، يخدموا باللي اعطى ربي. فما واحد يخدم في الفلاحه، واحد في العسكر، وواحد يخدم في حانوت، وزوز حجامه والحمد لله. عائله متجانس. يا ربي لك الحمد. وعلاش الشباب ما يحبش يخدم؟ انا يقول لك فماش خدم. الخدمه موجوده، انا ما تقولش الخدمه مش موجوده، راهي موجوده خدمة. الخدمه موجوده. فما شباب ما يحبش يخدم. شباب يحب يشاريها ويقعد يقعد في الدار. هذا ما تحب يشار شهرية ويرقد في الدار ما يخدمش. شنو الحاجات اللي تنصح بهم الشباب؟ والله ننصح بهم الشباب اللي يخدم على روحه وكو يخدم اللي يجي. اللهم يكون مثقف وقاري راه عنده الحق، واش عنده الحق حق مستوى قرايته. ما قراش كيف انا اللي غلب هذاك حد. انا ما قريتش. بابا الله يرحمه ما قرانيش الحمد لله. بوك كيفاش؟ الله يرحمه ما قرانيش. على نعتبر انا نحن نعتبروك نجحت لانك وصلت صغارك وتعرف تصرف الفلوس اللي عندك. اما انا حبيت نحكي لك الـ قلت ما تعرفش تقرا ما تعرفش تكتب.